هناك. بعد تجربة المقاولين كنت عارف ان صعب العودة للاهلي، ولا كنت شايف ان كولر ممكن يبقى فيه فرصة؟ لا انا كنت شايف نفسي لا الدنيا صعبه، الدنيا صعبه، مش الدنيا صعبه كابتن، كل اللي موجودين في مكاني في النادي لعيبه كبيره وكل حاجه، بس مش شايف ان انا صعبه اللي هم يعني في فروقات ولا حاجه الكلام ده. لا انا شايف ان انا ما عملتش سنه اللي هي المثاليه اللي هي مثلا زي السنه بتاعت الاتحاد، اللي هو ما رجعت من الاتحاد وكنت مع المنتخب ورجعت وكنت شايف نفسي لا ان انا استحق اكون موجود مع الفريق. كلمت قبل كده مع كابتن خطيب شخصيا؟ لا هو يوم بس يوم الرباط الصليبي، بس لما جالي رباط الصليبي وطلع لي طبعا الاوضه مع الموقف كابتن ده. خطيب؟ طبعا كنت انا جالي بعديها كنا عندنا ماتش في كاس العالم، فجالي في التمرين اللي قبل الماتش الصليبي، فكان انا كنت قاعد في الاوضه كنت ما كنتش مصدق انا هلعب ماتش تاني يوم في كاس العالم، وانا كان نفسي العب الماتش ده. فمره واحده كابتن لقيت نفسي جالي صليبي، مش مصدق مش مستوعب. فجيت تاني يوم فبيخبطوا عليا، فببص لقيتهم جايين كابتن خطيب، فطبعا ما صدقتش. قال لك ايه بقى؟ قال لي شد حيلك انت قد اي حاجه والنادي تحت امرك في اي حاجه، واحنا مستنيينك وهترجع احسن من الاول كده. بصراحه النادي عمل معايا يعني عمل معايا حاجات كتيره بصراحه، عالجني على اعلى مستوى، تاهيل على اعلى مستوى، عملت العمليه في النمسا، فدي مش هنساها لهم بصراحه. النادي الاهلي، لا نادي الاهلي، نادي الاهلي كبير طبعا. مفتقدت جمهوره؟ طبعا بحب جمال النادي الاهلي جدا، يعني دي الحاجه الوحيده يعني دي اللي بتبسطني على طول. مثلا ما اروح هنا ولا هنا الاقي الناس في الشوارع مستناك في الاهلي، فانا كنت حابب يا كابتن السنه دي ان انا اطلع فرقه اروح اعرى وارجع النادي تاني، بس ان شاء الله يعني يا كابتن لينا عوده ان شاء الله. عمر ما حصل بينك وبين كولر حديثه؟ لا ممكن في لما رجعت من الصليبي اتبلغت وانا عندي الصليبي يا كابتن ان انا اللي انا المفروض ان انا اطلع اعرى النادي الاتحاد، فانا دايلي ورحت قعدت معاه وقال لي انت شايف ايه وكده، بس انا كنت ساعتها شايف يا كابتن ان انا محتاج وقت اكتر ان انا اكون موجود في النادي، لان انا لسه راجع من رباط صليبي فمحتاج العب اكتر. فلقيتهم اللي هم النادي مش زي كل سنه يا كابتن ماسكين فيا، لا اقعد احنا محتاجينك. وانا كابتن متعلم دي ان انا اما حد ما يكونش ماسك فيا او يبقى عليا ما ببقاش خلاص، هم مش عايزيني فانا ما بحبش كده. بس اللعب لعب الانديه الكبيره خناقه، يعني ان انا اخش الخناقه وانا عندي ثقه في نفسي اخش، حتى لو مش طبعا تمسك بيا اخد فرصه اخش. ماشي بس مش هفرض نفسي عليها كابتن بالعافيه، هو لو عايزني هيقول لي ما كنتش على راداره يعني. انا حسيت من كلامه قال لي لا انت محتاج وقت ومحتاج تلعب وكده، فقلت له خلاص ما عنديش مشكله. لو لف الزمن بيك تاني كنت مشيت من سيراميكا؟ لا بصراحه مش هتحصل، غلطان انا في الحته دي، نادي كبير طبعا ومؤسسه محترمه وفي نظام، بس يلا دينا بنتعلم يعني. هو ده اكبر درس خدته؟ لا هو مش اكبر درس، بس يعني غلطه من الغلطات اللي انا عملتها يعني. كنت رحت الاتحاد احسن ولا سيراميكا احسن بالنسبه لي؟ الاتحاد طبعا. الاتحاد طبعا، يعني سيراميكا فريق اتقل يعني، سكواد يقومك افضل ماشي بشكل طبعا. سيراميكا نادي كبير وكده، بس انا كابتن بحس كميتي مش مع نادي الاتحاد، نادي الاتحاد ليه فضل عليا وجماهيره، وبحس انا كابتن انا مش غريب، بحس انا معاهم بقالي كتير كاداره لعيبه جماهير، فانا بحب النادي جدا، بحب نادي الاتحاد جدا. فتره المنتخب الاولمبي احلى فترات حياتك؟ طبعا احلى فتره في حياتي فتره كابتن شوقي، الراجل ده راجل محترم جدا وليه فضل، ليه فضل عليا كبير، كنت بعض الاوقات ما كنتش بلعب يا كابتن فكان بيجيبني. بحس اللي مثلا كابتن اللي هو يعني في مثلا جميل عليا كده، فكنت على قد ما اقدر يا كابتن كنت بموت نفسي، كنت بكون عايز اطلع عاره، وطلعت عاره يا كابتن، جيت طلعت عاره لما رحت الجيش. كنت جاي لي برضه ساعتها الناس في الاتحاد زعلوا مني ان انا رحت الجيش، بس كان طب انت من وجهه نظرك ان يعني انا بقعد احط نفسي مكانك، ايه اللقطه اللي حسيت فيها ان انت لا انا عندي ممكن افضل من كده بكتير؟ هي لقطه الاصابه يعني، لو لا قدر الله ما فيش اصابه ودي بتاعت ربنا طبعا، لعبت كاس العالم كانت حياتك اتغيرت؟ طبعا يا كابتن انا كنت شايف نفسي اللي انا كنت لعبت الماتش ده، انا كنت مستني الفرصه دي، انا كنت مستني الفرصه دي قوي، وساعتها كابتن حسام علي اتكلم معايا كلام بصراحه قبل الماتش حفزني. قال لك ايه؟ قال لي كنت انا احنا في التمرين فهم كانوا بييجوا يتفرجوا على التمرين، فانا كنت بموت نفسي في التمرين وكده، كنت عايز العب ماتش بتاع كاس العالم ده. حسام مين؟ بتاع حسام غالي. ثواني.
فراح جابني قال لي هي دي نوعيه النادي الاهلي، هي دي نوعيه اللعيبه بتاعت النادي الاهلي، مش هنا، مش هنا عايزه عرق، عايزه تموت نفسك، محدش ضامن مكانه هنا، خليك زي ما انت مش ماشي كده وانت مش هتطلع الملعب. طبعا اخدت الكلام ده، كنت فرحان جدا. فجيت تاني ماتش، تاني يوم كان هي التمرين الطري ماتش بقى قبل الماتش، في اخر كره في التمرين راح جاي كره جت في رجلي كده، بلف رجلي سبتت، فحصل الماتش السليم. يعني الكلمتين دول اخدتهم ايه؟ وطلعت تجري زي الحصان؟ بجري في كل حته يا كابتن. لا التمرين في النادي الاهلي التمرين بيختلف عن اي نادي، ان التمرين يا كابتن في النادي الاهلي تحس انت في ماتش، محدش ضامن مكانه، كله بيموت نفسه. طبعا كل النوادي اللي انا لعبت فيها على راسي طبعا، بس النادي الاهلي مختلف يا كابتن، مختلف. انت هناك لو تعادلت تحس في عزا، في حد مات. لو تعادلت امال فعلت الخساره ايه؟ لا فعلت الخساره، لا محدش بيطلع له صوت ولا حد بيضحك ولا اي حاجه. فده اللي بيميز نادي الاهلي بصراحه. يعني انت مدرك شعور لعيبه الاهلي بعد السوبر الافريقي الاخير ده؟ طبعا الله يكون في عونهم، ان شاء الله هم يطلعوا من الكبوه دي، وباذن النادي الاهلي يعني لما بيقع وقعه زي دي دي مباراه، يعني مباراه تعمل الحزن ده كله. طبعا يا كابتن، النادي الاهلي مع ماتش في الكاس، ماتش عادي حتى لو خرج من الكاس، كانوا ضاع او مثلا اتعادل في ماتش، كل ماتشات الاهلي يا كابتن تحسها ماتشات كوس، حتى في الدوري لو تعادلت تحس يا كابتن انت خسرت كل حاجه، فاللي انت تخسر البطوله دي كبيره قوي.